دولة الإمارات ما هي دولة عالمية، ولكن العالم في دولة. الإنسان اللي قادر على كل شيء، فكر الإنسان يعني ما له حدود. إننا نرى في أكسبو 2020 دبي الروح التطور وحب الخير في نفوسهم وأعدادهم لحياة منتجة في خدمة الوطن والعالم. كل واحد من المتطوعين والمتطوعات يرحب ويخدم ويساعد وفود من الزوار، وكأنهم ضيوف في بيت كل منهم. المتطوعون هم الإرث الإنساني لهذا الحدث العالمي. رحلة برنامج المتطوعين بدأت من 2017 يوم أطلقنا المنصة الرسمية. One of the most rewarding things about volunteering with Expo 2020 is doing it today and seeing it tomorrow. بأبناء هذه الدولة والمقيمين راح يحقق نجاح باهر لدولة الإمارات. البرنامج منهم وإليهم، هم اللي راح يكونوا الواجهة الأساسية لهذا الحدث، هم اللي راح يستقبلون العالم إن شاء الله في دبي. كانت الفكرة من إطلاق البرنامج في مرحلة مبكرة هي إن نحن نكون جزء من كافة الخطط التشغيلية اللي كان يتم التخطيط لها في إكسبو، بحيث نقدم برنامج ما يغفل عن أي تفاصيل ويقدم تجربة مميزة لمتطوعينا. It would be my great pleasure and honor to give back to this great country. It's really difficult to pick out one specific memory because it's been a real journey to get to this point. From the volunteer interviews here in the House of Volunteers or any of the locations across the Seven Emirates, the training, uniforms, accreditation, all through to our shifts out inside, it's been an amazing journey. Also means that you will be the face of the UAE to the million of visitors we're expecting in Expo 2020 Dubai. أكثر من 180 ألف طلب تسجيل وصلنا لهم. طبعاً هذا ما صار إلا بدعم كبير من جميع الجهات، من جميع الجامعات، أفراد المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه وجنسياته وثقافاته اللي كانوا حابين يكونوا جزء من هذا الحدث العالمي الاستثنائي. كل خاص وتقدير نابع من القلب لفريق إكسبو المتطوعين المتواجدين اليوم معنا في هذه الفعالية وفي كل الفعاليات. أنتم أغلى ما لدينا. لكن العدد ما كان هو اللي يهمنا، التأثير اللي بيقدمونه المتطوعين، البصمة اللي بيتركونها، التجربة المميزة اللي بيقدمونها لزوار دولة الإمارات، زوارنا من مختلف دول العالم، كان هو الهاجس، كان هو الطموح، كان هو الشيء اللي نحن نطمح له. أنتم يا أخوان حقكم، أنتم معرض إكسبو مش حقكم، معرض إكسبو حق أجيال قادمة. أنا سعيد بلقائكم ونحن فخورين. قوات المؤسسة العسكرية، قوات المسلحة فخورين فيكم. الدولة كلها، كل مواطن، كل عائلة فخورة بعيالها. نتوقع منكم أكثر يا إخوان. الله يوفقكم. ويمكن بحكم طبيعة شغلي أخص الشكر لمجندي الخدمة الوطنية اللي كانوا جزء مهم من التجربة اللي أنا أخذتها في هذا البرنامج. A lot of people, when they talk about the Expo, they speak about you, the volunteer, and how you were there to help them through this journey of going through the Expo. We thank you. We appreciate every single thing that you have done. You have been truly Expo hearts, truly Expo heroes. Welcoming the world, telling them how hospitable we are as a city and a country, and looking at the way the team has been put together, you can't ask for more professional attitudes than this.
كل شيء قدموه المتطوعين على أرض الواقع، كل ابتسامة رسموها على وجوه الزوار، كل كلمة ثناء ومديح كنا نسمعها عنهم وهم ما يدرون. I consider myself to be blessed to be part of this opportunity in the history of Mekki. It has been fabulous 2 years having been volunteered in different roles. See volunteers proactively going to visitors and asking them, can we take a picture of you? That's really created, I'm sure, wonderful moments for the visitors who came. On behalf of my father, the volunteers at Expo, and myself, I would like to thank every single one that has given their time to Expo. أنا فخور إني أمثل برنامج التطوعي لإكسبو 2020 وأنا أيضاً أمثل هيئة الخدمة الوطنية والقوى الاحتياطية. قضينا في إكسبو 2020 6 شهور فيها من الذكريات الجميلة اللي راح تكون مخلدة في ذاكرتنا. هذه تجربتي التطوعية الأولى في حدث عالمي كبير مثل إكسبو، والعمل التطوعي ساعدني إني أرد الجميل لمجتمعي وبلادي، وهذا الشيء وايد يسعدني. Such an amazing experience seeing so many people from different nationalities. So being part of the Expo Hearts team has been a real highlight of my year. It's been a real honor and pleasure to work with you and for you. Thank you for pouring all your heart and soul into our program. I want to say the biggest thank you to the UAE, its leaders, the Expo team and the volunteers for holding such a magnificent event. Thank you. أشكر كل من أتاح لي فرصة إني أتطوع في إكسبو، وأيضاً أشكر خواتي وإخواني المتطوعين على كل الجهود اللي قدموها للدولة. نحن ترى مستعدين نخدم بلادنا في كل شيء. إذا في شيء اسمه إكسبو ونحن قاعدين نعرض للعالم، والعالم كله موجود عندنا في دولة الإمارات، لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود، الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدنه شو. شكراً للمتطوعين اللي أنا كنت معاهم، شكراً لإكسبو. ما بأكون تقليدي في شكري للمتطوعين، لكن فعلاً ما أبالغ إذا قلت كلمات الشكر ماتوا فيهم حقهم. شكراً للثقة، شكراً للوقت، شكراً للحب، للعطاء، للشغف اللي خليتوا كل العالم يشهدون عليه. نتمنى أن تكون تجربتكم مع إكسبو حافز لكم للاستمرار كمتطوعين، نفخر فيهم كل محفل تستضيفه دولة الإمارات إن شاء الله. إكسبو 2020 Volunteers, we feel honored to have worked with you. You have made the UAE proud. Together we made history, and history made 30,000 heroes.